منظومة الكبائر للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي رحمه الله، بتحقيق الشيخ وليد العلي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك يا رب البرية أبتدي، لعلي فيما رمته أبلغ مقصدي. كذاك أصلي على النبي وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وكن علما أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعدي بأخرى، فسم كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد أو جواعيده بنفي لإيمان ولعن مبعدي، كشرك وقتل النفس إلا بحقها وأكل الربا والسحر مع قذف نهدي. وأكلك أموال اليتامى بباطل، توليك يوم الزحف في حرب جحدي. كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطعا للطريق الممهدي. وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. شهادة زور ثم عق لوالد، وغيبة مغتاب نميمة مفسدي. يمين غموس تارك لصلاته مصلٍ بلا طهر له بتعمدي، مصلٍ بغير الواقت أو غير قبلة، مصلٍ بلا قرآنه المتأكدي. قنوط الفتى من رحمة الله ثم قل إساءة الظن بالإله الموحد. وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل اعددي. كذا كذب إن كان يرمي بفتنة، والمفتري يوما على المصطفى أحمدي. قيادة ديوث نكاح المحلل، وهجرة عدل مسلم وموحد. وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة، وحكم الحاكم المتقلد. بخل في الحق وارتشات وفطره بلا عذرنا في صوم شهر التعبد. وقول بلا علم على الله ربنا، وسب لأصحاب النبي محمد. مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد. وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد. وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه، وكتمان العلوم لشخص مهتدي. وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زدي. سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي. غلول ونوح والتطير بعده، وأكل وشرب في لجين وعسجدي. وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث إباق لأعبدي. وإتيانها في الدبر بيع لحرة، ومن يستحل البيت قبلة مسجدي. ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وذو الوجهين قل للتوعد. ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجد.
فيرغب عن آبائه وجدوده، ولا سيما أن ينتسب لمحمد. وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة سفدي، وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبدين.